هذه الأمثلة ثمانية أس اثنين أس ثلاثة، لاحظ أن الأس نسبي، كيف نعرف أنه نسبي؟ بسط مقام. لحل هذا السؤال نعمل ما يلي: أولا الثمانية نحللها، هل هي قابلة للتحليل؟ نعم قابلة للتحليل، بأن نقسم عدد زوجي يقبل قسمة على اثنين من أربعة، على اثنين من اثنين، على اثنين من واحد. إذا الثمانية هي عبارة عن حاصل ضرب اثنين في اثنين في اثنين، يعني اثنين أس كم؟ اثنين أس ثلاثة، الكل أس اثنين على ثلاثة. ثم بعد ذلك نأتي لتطبيق خاصية من القواعد التي أخذناها، أن القوة للقوة ماذا؟ تضرب. فنقول اثنين أس ثلاثة في اثنين على ثلاثة، القوة الداخلية في القوة الخارجية. ثم بعد ذلك نوجد ناتج، إما أن نختصر الثلاثة مع الثلاثة يبقى اثنين، أو نقول ثلاثة في اثنين بكم؟ بستة. ستة على ثلاثة، ستة على ثلاثة من اثنين، فسيكون الناتج اثنين أس اثنين. اثنين أس اثنين يعني الاثنين تضرب مرتين، اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة. المثال هنا بنفس الطريقة السابقة، ماذا نعمل؟ نحلل الستاشر. الستاشر عبارة عن اثنين في اثنين في اثنين في اثنين بستاشر، إذن اثنين أس كم؟ أس أربعة، الكل أس واحد على أربعة. بنفس الطريقة القوة للقوة ماذا؟ تضرب. إذن اثنين أس القوة الداخلية أربعة في القوة الخارجية ربع. ماذا نعمل؟ إما أن نقتصر الأربعة مع الأربعة تصبح اثنين أس واحد، أو نقول أربعة في واحد بأربعة، أربعة على الأربعة من واحد، إذن الناتج سيكون اثنين أس واحد اثنين. المثال هذا بنفس الطريقة، المئة والخمسة والعشرين قابلة للتحليل، نحللها كيف؟ إما أن بنفس الطريقة التحليلية، مئة وخمسة وعشرين تقبل قسمة على خمسة من خمسة وعشرين، بعدين على الخمسة من خمسة، بعدين على الخمسة من واحد. إذن المئة والخمسة والعشرين عبارة عن خمسة أس كم؟ أس ثلاثة، الكل أس اثنين على ثلاثة. وبعدين نطبق خاصية الضرب، الأس للأس يضرب، يعني خمسة أس ثلاثة في اثنين على ثلاثة. ثم نضرب ثلاثة في اثنين بستة على ثلاثة من اثنين، أو نختصر الثلاثة مع الثلاثة تروح تصبح خمسة أس اثنين. ثم بعد ذلك نضرب الخمسة مرتين، نقول خمسة في خمسة بخمسة وعشرين.